رغم الأزمة بين الدولة وأصحاب المولدات الكهربائية الآخذة بالتصعيد، إلا أن الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة شقت طريقها نحو التنفيذ. التوجيهات والتعليمات الواجب اتخاذها أعطيت إلى المراقبين في مصلحة حماية المستهلك، التي شرعت بمراقبة أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق اللبنانية كافة. ما في حجة لولا مولد ما يطبق هذا القرار اللي رح تعملوه بالايام اللي جايه، هو يعني بسط هيبه الدوله على كل اراضيها، وهذا الشيء بالنتيجه بصب لمصلحه المواطن. إلى التفتيش تحركت دورية حماية المستهلك، ومعها توجهنا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد استدعاء أصحاب المولدات إلى بلدية حارة حريك اتخذت التدابير اللازمة، فيما سجل أصحاب المولدات ملاحظاتهم وأعربوا عن ارتباكهم حيال الخطوات التي يجب اعتمادها للحصول على هذه العدادات وطريقة تركيبها. بس يتصدر ما بيمشي المحاضر، ما بيمشي المحاضر، ما حدا راح يطفي المتر، طول بالك، ما حدا حيطفي، احنا ما بدنا نطفي يا استاذ. روق شوي، في قرار صادر بتركيب عدادات، يجب تركيب عدادات صحيح مركب 25 30%، الباقيين لازم يتركب لهم عدادات. من التزم بتركيب العدادات استثني من البطاقة الصفراء، أما الذي بدأ من دون إكمال المهمة أو من ليس لديه النية فكانت البطاقة الحمراء بانتظاره وسطرت بحقه محاضر ضبط. وبده يبلش يركب، نحن عم نعطي هلا محضر ضبط لأنه مش مركب أي عداد، نرجع منتابع الموضوع، في حال ركب عدادات نرجع بناخد اعتبار بالمحضر الضبط. ما في الزبون اللي هو ما بده بيمضي، بدي إقرار، بدي إقرار منه إنه هيدا أنا رافض، أنا ما بدي هيدا المحضر، هو ورقة ضغط بس إنه نحن مسوي إنه عنا نية نركب ورح نركب. حنجرب هلا، حنجرب شهر بالعدادات، لقينا حالنا بتوفي بنكفي، إذا ما لقيناها هيك ما صراحة حنطفي. هذا هو العداد الذي من المفترض أن يقوم صاحب المولد بتركيبه للمواطن، سعره يتراوح بين 5 دولارات و20 دولارا أمريكيا. يقوم صاحب المولد بتقسيطه للمواطن على دفعات عدة. أما المواطنون فقد أبدوا ارتياحهم لخطوات تركيب العدادات. أنا مع تركيب العدادات 100%، لأنه بدون عداد سرقة بسرقة، ما بتعودي مثلا يعني تصرف كتير، خلص بتعرفي قديه بدك بتصرف. عشرات محاضر ضبط سطرت في مختلف المناطق اللبنانية في اليوم الثاني من تنفيذ القرار، فيما تبقى تسعيرة الكيلوات محط خلاف بين أصحاب المولدات والوزارات المعنية.